السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو سنتحدث عن صعوبات مهارة الاستماع للناطقين بغير العربية. في الحقيقة الاستماع في حد ذاته يمثل صعوبة. لماذا؟ أولا لسرعة الكلام، وثانيا لتزامن الكلام. بمعنى يعني أنا عندما أتحدث في نفس الوقت الذي تستمع إلي فيه، إذا فاتتك كلمة أو جملة لا تستطيع أن تستعيدها مرة ثانية، لأن المتحدث أمامك لن يكون يعني فيديو يعيد لك الكلام مرة ثانية. لكن في الفيديوهات في هذه الأمور يستطيع الإنسان أن يسترجع، أن يعيد الكلام مرة ثانية ويستمع إليه. لكن في الحديث المباشر، في الاستماع المباشر، يكون تزامني، بمعنى أن الكلمة التي تغيب عن المستمع لا يستطيع أن يرجع إليها مرة ثانية. هذه يعني الصعوبة نستطيع أن نتجاوزها مع الطالب عندما نتحدث إليه بأن نكرر له الكلام مرة واثنين وثلاثة حتى نستطيع أو ندرك تماما أنه استوعب المسموع، أو إذا كان هنالك فيديو نجعله يسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة. لكن هنالك صعوبة أخرى. الصعوبة الأخرى هي سرعة الكلام الذي يستمع إليه الطالب. في الحقيقة أن الإنسان يتحدث تقريبا 125 كلمة في الدقيقة الواحدة، يعني هذا بالنسبة للطالب غير العربي أو الطالب الذي يتعلم اللغة العربية، هذا كم كبير من المفردات. يعني 125 كلمة يستمع إليها في دقيقة واحدة أمر صعب. لذا لابد أن تكون هذه الفيديوهات قصيرة لا تزيد عن دقيقة، وأيضا أن تكون اللغة أو السرعة التي يستمع إليها الطالب تكون متناسبة أو بطيئة إلى حد ما. أضف إلى ذلك أن هنالك صعوبة ثالثة وأخرى، وهي أن الإنسان بطبيعته عندما يستمع إلى محاضرة، يستمع إلى خطبة، يستمع إلى درس، يستمع إلى فيديو، يستوعب منه تقريبا 30%، ويتذكر منه 25% فقط. يعني بمعنى أن الطالب الآن عنده 3/4 المادة المسموعة ستغيب عن ذهنه. لذا نوصي دائما ويوصي الدارسون والباحثون على أن تكون الفيديوهات قصيرة ولا تكون يعني فيديوهات طويلة، وأيضا أن تكون المفردات أو المحتوى المادة العلمية الموجود فيها لا يكون متشعب ولا يكون كثير. هذه أهم الصعوبات التي ستواجهك في إعداد المادة المسموعة للطالب الناطق بغير اللغة العربية. أضف إلى ذلك أن هنالك صعوبة أخرى. هذه الصعوبة تتمثل في التنغيم، في الإدغام بين الحروف. نعطي مثال بسيط. عندما الطالب، عندي الطالب يعرف هاتين المفردتين، يعرف مفردة في ويعرف مفردة السبت، لكن عندما آتي في الجملة وأقول له بالتنغيم الطبيعي، بالحديث الطبيعي، في السبت، أصبح الآن أنا حذفت الياء لالتقاء ساكنين، وحذفت ألف الوصل لالتقاء أيضا الساكن أو لأنه في وسط الجملة، بالإضافة إلى أن ألف الشمسية حذفت واستعرض عنها بالشدة، فأصبح الآن هذه المفردة مفردة جديدة عند الطالب، وليست هي المفردة التي يعرفها من قبل، أصبحت له كأنها كلمة جديدة، في السبت، بينما هي في الأصل في السبت. هذه يعني التنغيم وهذه الطريقة في قراءة الجملة تمثل إلى الطالب صعوبة، لابد أن ننتبه إليها، ولابد أن نعلمه أن الكلمة مفردة في حد ذاتها لها نطق، وعندما تكون في جملة لها نطق آخر، وهذا يأتي بالتدريب المستمر. لكن لابد أن نوضحه للطالب وأن نشرحه للطالب حتى يستطيع أن يستوعب المفردات جيدا. حتى أن أدوات الربط، يعني مثلا وفاء، عندما تدخل إلى الكلمة الطالب يسأله ما معنى هذه الكلمة، تقول له مثلا الطالب يحفظ الضمائر،
يحفظ الضمائر جيدا، أنا هو هي إلى غير ذلك. عندما تأتي إليه في الجملة أو في الحديث فأنا، يقول لك يا أستاذ ما معنى فأنا؟ هو الآن مجرد أن دخلت رابط أو دخل حرف لاحق إلى الكلمة أصبحت لديه صعوبة. هذه الأمور البسيطة في ظاهرها تمثل صعوبة لدى الطالب الناطق بغير اللغة العربية، ويجب عليك أنت كأستاذ عندما يستمع الطالب أن توضح له هذه الروابط، توضح له التنغيم. مثلا عندما نقول محمد موجود أصبحت الآن الجملة خبرية، لكن عندما نقول محمد موجود أصبحت الجملة استفهامية. هذه الفروق البسيطة لابد دائما أن تنتبه إليها أثناء الدرس وأن توضحها لطالبك حتى يستطيع أن يستوعب المادة. وحتى أن نتحاشى يعني هذه الصعوبات علينا بالتكرار ثم التكرار ثم التكرار، مع أن تكون السرعة متناسبة لدى الطالب. هذه أهم الصعوبات التي يجب أن ننتبه إليها أثناء تدريس مهارة الاستماع، وإن شاء الله إلى لقاء آخر في فيديو ودرس جديد.